لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أفاض علينا من جزيل آلائه أمنا وإيمانا وأسبغ علينا من كريم ألطافه منا وإحسانا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى والمجتبى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أما بعد أيها الإخوة المشاهدون إن من كمال العبودية لله عز وجل والإيمان به أنه عندما تتجدد النعم ينبغي أن يزداد شكر المنعم سبحانه وتعالى وإننا في هذه الأيام المباركة تظلنا فرحة مجيدة ومناسبة سامية سعيدة على النفوس غالية مناسبة تنبه الأذهان لمسيرة الحب والعطاء والدعم والبناء سانحة بالأمجاد عابقة مضمخة معطرة مضوعة محملة بالأعمال الجليلة الصادقة إنها مناسبة البيعة المباركة الوادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده ففي اليوم 13 من شهر ربيع الآخر الموافق 11 من شهر يناير من عام 17 و2000 للميلاد تطل علينا مناسبة بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده وهي مناسبة مباركة تحمل الكثير من الآمال والطموحات في إنجازات سامقة تأتي تتويجا للمنهج القويم الذي عرفت به هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام العادل الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه إنها لمناسبة غالية وعزيزة على القلوب نجدد فيها الحب والولاء لولاة أمرنا ولهذه القيادة الكريمة الموفقة المسددة ونؤكد من خلالها من شرق البلاد وغربها على اللحمة المخلصة التي تجمع القيادة النبيلة بالشعب الوفي حيث يثمر النماء والبناء والعطاء والازدهار ويستتب الأمن رغم ما يمر به العالم من تقلبات وتحديات إنها مناسبة البيعة المباركة وما لها من آثار في النفوس إنها صورة تمثل أنموذجا مشرقا من إعلان الولاء لولاة أمرنا حفظهم الله وأيدهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد حفظهم الله وأيدهم وإن بلادنا الغالية لتعيش صورة نادرة من التلاحم بين الرعاة والرعية أثمرت وتثمر حبا وأمنا واستقرارا ورخاء كما أنها إشادة عملية وجادة بالقرارات الإصلاحية والتنموية والإدارية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم والتي كان من بينها ومن أهمها خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وتلك الأعمال الجليلة والمشروعات المباركة في الحرمين الشريفين التوسعات المتألقة المبدعة التأريخية الاستثنائية في توسعة المسجد الحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي توسعة المطاف وتوسعة المسعى وكذلك جميع ما يعين على أداء حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن مشاعرهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة ومنها هذا البناء العظيم التحالف الإسلامي العربي الذي يضم 41 دولة إسلامية لمكافحة الإرهاب ومواصلة المملكة العربية السعودية بثبات قيادة وشعبا في نصرة قضايا المسلمين في كل الاتجاهات ومنها الحملة
الشعبية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لنصرة إخواننا الأشقاء في سوريا. إنه تأكيد وتجسيد وانعكاس لمواقف المملكة العربية السعودية ومنطلقاتها ومنهجها منذ تأسيسها على يد الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، ومن بعده الملوك البررة من أبنائه رحمهم الله، إلى هذا العهد الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله ووفقه، والذي من ملامح سياسته حفظه الله التأكيد على ثوابت العقيدة ومنطلقات الكتاب والسنة وتنمية المواطن وما يحتاج إليه من كل سبل الراحة والاطمئنان، وكذا تحقيق الأمن والاستقرار في هذه البلاد المباركة، لا سيما في الحرمين الشريفين وأمن قاصديهما، وفي العالم أجمع، وفي إحلال الأمن والسلم الدوليين. كذلك التأكيد على محاربة الإرهاب في كل صوره وأشكاله، مع ملاحظة ما للمملكة العربية السعودية من ثقل عربي وعمق إسلامي وبعد ديني ورسالة دينية وروحية وحضارية، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم السماح لأي أحد كائن من كان بالتدخل في شؤون المملكة العربية السعودية، ومع الانفتاح والحوار والتسامح مع دول العالم أجمع، لأن ديننا دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ودين مد الجسوع مع الجميع. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن البيعة أيها المشاهدون الكرام قضية شرعية قررتها الشريعة وأوجبتها نصوص الكتاب والسنة، فهي أصل من أصول الديانة ومعلم من معالم الملة، يوجب الشرع التزامها والوفاء بها لأنها أصل عقدي وواجب شرعي. إنها علاقة تعبدية عقدية تقوم على ركيزة إعلاء مصالح الدين ورفع صرح الشريعة، وإنها لحمة على السمع والطاعة تنص، وعلى الإجلال والمحبة تحض وتخص. إنها بيعة في أعناقنا وفي رقابنا على الولاء لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وولاة أمرنا بالمعروف، تتجافى عن المصالح الذاتية والمطامع الشخصية والحب المزعوم والإطراء المزيف والافتيات على فتات موائد الأحداث. إنما تكلل بفضل الله وتوفيقه من مشاريع عملاقة في الحرمين الشريفين والتوسعة التاريخية لصحن المطاف، حيث ارتفع عدد الطائفين إلى 107,000 طائف في الساعة، وزيادة المسعى وإشراف خادم الحرمين الشريفين حفظه الله المباشر على توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوجيهه حفظه الله الكريم بسرعة إنجازها، ومشروع سقيا زمزم، والعناية الكريمة بمصنع كسوة الكعبة المشرفة، والنجاح الكبير لمعرض الحرمين الشريفين، وكذلك الأعمال الجليلة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. إن كل هذه الأعمال وما يكون في مواسم رمضان ومواسم الحج من أداء متميز، وما حملته ميزانية الخير ولله الحمد والمنة في هذا العام لمشروعات الحرمين الشريفين من الأولوية والأسبقية، وما قام به خادم الحرمين الشريفين من مبادرات في نصرة قضايا المسلمين، كل هذه مبادرات عظيمة مباركة، وهي من نعم الله وآلائه، ينبغي علينا أن نكثر الحمد والشكر والثناء لله عز وجل. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
إنني باسمي واسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهذه المناسبة الجليلة لنرفع لخادم الحرمين الشريفين ولأبناء هذه البلاد المباركة وللمسلمين جميعا من الشكر والعرفان والامتنان أعطره وأوفره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي العهد بهذه المناسبة المباركة وما يجده الحرمان الشريفان وقاصدوهما من لدنهم وفقهم الله من الاهتمام والعناية والحرص والرعاية مما يعد أكبر دليل على اهتمام ولاة أمرنا وفقهم الله بخدمة الحرمين الشريفين اللذين يمثلان العمق التاريخي والإسلامي والعالمي لدولتنا المباركة وإن كل مواطن على هذه الأرض الغالية فخور بما تحقق لهذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد فلله الحمد والمنة وبهذه المناسبة فإننا نجدد البيعة الشرعية لولاة أمرنا وفقهم الله على السمع والطاعة وعلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيعة شرعية عقدية قربة وعبادة وديانة لله عز وجل مخلصة وولاء صادقا على السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله امتثالا لأمر الله عز وجل واستنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله لهم العون والتأييد والتوفيق والتسديد حفظ الله لنا قيادتنا وعقيدتنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا ورخاءنا وجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خير الجزاء وأوفره وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد وأدام علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة خدمة الحرمين الشريفين حفظ الله بلادنا من كل الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار ورد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.